حاجه ده قال لك لا والله احنا بص احنا هنتجه لمين؟ هنتجه للجاز الشارج. ايه اللي في الجاز الشارج المهم وما زال مستخدم للحين؟ اللي هو الفلورسنت لام. في منها نوعين الفلورسنت لام، في منها نوع اللي هو التيوبات او التيوب، وفي منها النوع الكومباكت اللي هو الحلزوني او المستطيل. والحته دي مهمه جدا، في ناس كانت متخيله اللمبات في نوعين من التيوب، تي ال دي اللي هو بيسموها تي 8 وفي تي ال 5. تخيل اللمبات الفلورسنت كان في منها نوعين، في نوع بيبقى رفيع وفي نوع تخين. النوع التخين ده تمام سيء والعمر الافتراضي بتاعه اقل من اللمبات الثانيه الرفيعه. يعني انا جيت هنا كان في باركينج فيه تقريبا 10,000 لمبه. الراجل كان مورد كشافات او مورد لمبات تمام المفروض تي ال 5 في السبيكس. الراجل راح جاب لمبات تي ال دي التخينه دي. يا عم هي هي يا باشمهندس وبتشتغل ومش، لا يا حبيبي تعال انا هوري لك الفرق بين الاثنين دول في كومباريزون بسيطه كده هوريها لكم على السريع ونرجع لل ادي التي ال 5. اولا اعرف ازاي التخينه من الرفيع من الديامتر. الديامتر بتاع التي ال 5 16 مللي ده ستاندرد اللي هي رفيع 16، اما الثانيه 26. ثاني لو انا عملت كومباريزون بين التي ال 5 والتي ال دي، التي ال 5 رفيع، عرفت ازاي من رفيع دي؟ ادي السايز اهو قدامها معمول مين في السايز؟ الدايمتر، الدايمتر بتاع التي ال 5 25 ملم، ابتدى 16 ملم. الدايمتر بتاع التي ال دي اللي هي التي 8 تي 8 26، يبقى دي الادخن. طب هل الادخن دي الاحسن؟ قال لك لا والله، ادي اليومن. الرفيعه بتدي اللي هي التي ال 5 دي بتدي هاي اليومن بير وات. يعني الكفاءه بتاعتها اعلى. يعني الوقت الواحد يديني مثلا اليومن كذا تمام، فبيدي اعلى من الوقت اللي بيديه مين اليومن بتاع التي ال دي. يبقى من ناحيه اليومن التي ال 5 اعلى، ودي ميزه. خش على الميزه الثانيه اللايف تايم، العمر الافتراضي بتاعها 25,000 ساعه، اما التخينه دي 10,000 ساعه، اقل من النص تمام. الوات بتسحب وات اقل، يعني هتبقى سيفنج بالنسبه لي، توفر لي كهرباء تمام، بدل ما انا بدفع فواتير كتيره. يبقى اللو واتجز دي افضل، اما تي ال دي هاي واتجز تمام. الريندرنج بتاعها 85 85 يعني متساويه في موضوع اظهار درجه اللون. طبعا بما ان دي كفاءتها اعلى والعمر الافتراضي بتاعها اكبر، يبقى لازم يبقى الكوست بتاعها ايه؟ اعلى. فانت تاخد بالك من التوريد بتاعك، هل هو تي ال 5 ولا تي ال دي لو انت لسه بتركب لمبات ايه؟ وانت لسه بتركب لمبات فلورسنت.